تو. ليليا 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 زكي ليليا 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 نور ياسمين ماري ليليا ونور العائلة الزكوية السعودية. او ماي جاد سكينة متهرج في ناس ما لهمش حاجة والله. ايه ده؟ واو جيتار كهربا. واو مين مارو؟ ادي عشان مش مصدق. مين مارو؟ اوه ما نعرفش شكون هي. شكون مارو من البنات ماريا؟ معك يا حبيبي. ايه ايه ماريا اجاك ايفون. شفت يا نور؟ نور قال لك دار كهرباء. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. مين مين بعد؟ يا جماعه ميرسي يا جماعه ميرسي. شو شو ميرسي من ام يوسف وياسين. مكتوب عليا مارو. الف شكر والله. انا كان نفسي فعلا في دار كهرباء. ميرسي رابطه الدعم ياسمين. يا معلم سماعات صب. مين مين ميرسي مين 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 يوسف احمد اسيف. ميرسي ميرسي بوكو. وخبزه الاخرى محبين ليليا ونور. يوسف من مصر. لا يوسف ياسين. الف 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 شكر. شكرا. وهي لنا كمان. إيه يعني مش جيتار يعني في هي لنا. وهي ليليا ونور. بصراحه مش هدور في الهدايا تاني. ده كفايه الهديه دي بصراحه. مش هقعد ادور في الهدايا. كفايه الهديه دي. سماعة صب حلوه. يا ليليا شوفي هذا. اما ماريا هذا ليك. هذا لي انا ونور. نور اجا حبي ليليا ونور. شكرا. نوري هلا مين؟ يلا عن جد عم تحكي. مبروك. حلو قوي. مبروك يا مريم. لسه لسه احنا. واو. على النجوم. نوري جا نقرا هذي. تعال نقرا هاي. ليك يا عمر بس والله. محمود وين حط لك الجيتار؟ محبي ليا ونور. قبل كيك خطوبه خطوبه من تحبكم. خليدة انجل عداله سناء نانا نادين سيرين سميره هاجر سهام هيفا اميره بن عمر. ميرسي ميرسي بوكو. ميرسي الاحلى جروب في العالم محبي ليا ونور. شوفي هدول. وميرسي ميمي يا ميمي توحشتك. وميرسي ياسمين ومحمد اوزيف. ليليا الناس الكل عن جد جروب ليليا ونور. انت اللي بتلفي احلى ثنائي. يا سي مينيو. يا ثانكس سو ماتش. ليه بتكذب ليه؟ هاي في امان. ميرسي يا جماعه ميرسي على اللي بعت لي جيتار بصراحه. حلو كده مش قادره والله. ميرسي وميوسف ياسين. هدول هدول اقرا هاي انستغرام صرت كثير دور من هون. هدول عصابة ماريا وعيسى. شكرا. هدول من عصابة عيسوية وإيسوزا وعطير وعيسى المرزوق فانز وأيون. نورة سميرة حماني هاجر زورة. حلوة بالسلام. جمعة بالسلام. هيفا حميرة بن عمر. شوي شوي بليز كثير حلو. شو صدق نفسي فيه؟ ايه ده؟ كنت سكر كنت نانا ماسر. اه كنت سكر يلا على الأقل. بلعب عليه. أداء من خليدة. شكرا محبي ليليا ونور. تيتا راح حلو كمان. حلو هذيك كمان. رنا شو حبيبي؟ ميمي تحت جيب لك شي بعد حملة. مبروك. تعالي تعالي يا وفية. حلو كتوية. اه هيدا الي ميرسي. عبودي ميرسي يا عبود. لا جون اول شيء ميرسي كثير بس دائما ببعته بس من عائلي بس ما بعرف شو بدي اعمل كمان. بس ما في شيء لحد جوزي. طب هيدا باي جاس. انتبه لك عادي مايتو بس ايفون 5 اس مش كبير هيدا. تطلع هيك
باي. نور ابد قد الدهب دهب هالايام. بحب الدهب. تعال نقرا هول. تعال نور. ماشي بس بلاك دهب. لك يا عمي شوي شوي. من احلى جروب لكم محبين ليليا ونور. بس 70 80 كيلو. بحبكم برشا وعقبال نشوفكم على راي. يا هي كمان إلنا؟ ايه هي إلي طلع كنا صورة حقيقة يا زمان مش لامس التليفون شيل عن جد طلع كنا صورة عن جد صورة يعني مش صورة طبيعية زكي حاسة بها حاجة دوتا ما عرفش هذا لا امسك الشنطة امسك الشنطة امسك الشنطة عايزين شو؟ جيتار وجاي معايا السماعات بتاعتي هي لازم ارجع بيها على البيت فكرة تجمعنا على الخير وعالسلام انا جاي معايا الوصله بتاعتي كمان خلي خلي حط 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 الاول شيل شيل اوكي حط يا ما بعرف احكي يا جماعه ماريا جتها صدمه واو انا جاي صدمه على ماريا ماريا هذا هديه مني لك هيدا ذهب هيدا ذهب ابيض هيدا ذهب ابيض هيدا ذهب ابيض شنطة مين دي؟ لا ماريا ماريا سعود هذيك كان فيها الايفون وهذيك بس هذا مخصوص لوني الايفون يعني من سعود جايز انا هديتها هاي لماريا خلينا نشوف ماريا ما بعرف هيدا حبيبي اتقل من اللي برقبتك ماريا هيدا اتقل حبيبي ولا ذهب ابيض ما بمزح سوا 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 عن جد خلص بهدي لحدا تاني انا مش قادره اشكركم بس لحظه هدي لها رنا رنا ذهب ذهب ابيض ذهب ابيض ليك قديش خدي 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 سعود ماريا هاي لإلك قديش وسع هالمدى مبروك محمود الله يبارك فيك الحمد لله اجاك متاخر وعندك هيدا واثنين بوكي ورد مو واحد بس معه الصوت طبعا طب هلا ما كل حاجه بص السماعات كبيره شفتيها معك خلص انا راح اقول عندك هو دايما بدك تقفل الباقي يلا مع كل تقريبا يعني نعلي الصوت على الاخر انا مش بار كثير معهم كثير بيهتموا فيك هابي نيو يير لكم الكل وينعاد عليكم يا ربي وخلينا ياكل يا رب ربكم ميرسي كثير سعود تحيه كبيره مني لك على اخلاقك الحلوه شو مشان هذا مين هذا؟ ذكر موضوع مبروك يا مريم ماريا ربو شوف انا مين مبروك شقدر عشان تحت يا عالي يا زوف بس انا ما فهمت الايفون من مين مش كاتبين عليه؟ من سعود كان بهيدا كان بهيدا مكتوب هنا مش كان موجود في الشنطه دي؟ نارو انا حكي انا هاكل عبد الله يا بديني رنا يا عمي جبتي لي جاتوه مثل الجاتوه شو وهذا شو هذا وين الجاتوه لإلي انا ونور يعني امتى رح ناكله ماريا ماريا ليك الجاتوه انا كمان يعني عن جد والله العظيم امتى رح ناكله اوه ميسا شريفه بعتت لي جاتوه يا زفت ماريا جاتوه محتل لك كده ما عايز احكي ما عايز احكي عن جد عبد الله ميرسي يا عبد ميرسي نهار وليل شو مشان ايفون انت ها سعود هو كمان يا لل صباح الخير ماريا شو سعود بعت لك ال عرف من مين انت رح ناكل انا خطوره عليك حبيبي على الزكاوي بدي ابعت تحيه لسعود لعبه تشيلسي وقال له ميرسي على البوكيه وميرسي على الكادوات اللي عم بعتهم كمان للجميع كلك ذوق وهذا من ذوقك واخلاقك وانا هيدا واجب لي وقف حد خي عبد الله وميرسي كثير على الدعم وين؟ شو مشان ان الكاميرا ما طلعت حبيبي حبيبي
يا كاميرا يلا عشان عايز هيك الجاتوه المره بوجهك ولا طيب اوكي احنا بنروح لعندك بنروح لعندك خلاص هو شايفنا سلام على الكاميرا لا طلع كلها مين لا ساره انا بشيل العائله الزكويه واهل السعوديه كلهم على راسي وبحبكم كثير ومرسي كثير متعبين حالكم والعائلة اللي ما بعرف شو هيدي نشكر محبي ليليا ونور ورمضان الدعم ليليا والشيخة ونحبكم كتير وموت عليكم الله يخلي لياكم يا رب ليليا ليليا تحية أول شيء عايزة 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 أشكر كلها سوا أكيد معنوية وبحبها كتير بحبها بتهتموا فيها بس هدايا ما بحب هدايا عشان محبتكم لحد وقفتكم حد بتعني أكثر من كثير هدايا ما بعرف أحكي عشان والله العظيم اكره شيء عندي حد يوصلني يوصلني هديه ما بحب تجيني هديه عشان انا بحب بس بدي اضلكم حد واخذ حد بالدنيا هو جاب لك الهديه روح هزك ميرسي كثير على هديه حلوه كثير عجبتني وكثير حبيتها للبوكيه بس ليش في نقطه مي بوجه انا بقى بصوا ليش في نقطه مي بوجه يعني الف الف شكر لام ياسين وام يوسف انها جابت لي الجيتار الالكتريك اللي كنت عايزه يعني جيتار الكتريك وسماعات بصراحه الف شكر تعبين نفسكم معايا الف شكر بجد واقفين يعني اشكر بس انا اشكر الفانز بتاع الكل وانتي قيس توحشتكم برشا 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 نهارين ونرجع نشوفكم ميرسي يا ام يوسف ميرسي يا ام يوسف وميرسي على الجيتار وعلى السماعات الف شكر ميرسي بجد شكرا انا مين راح ياكل مش عارف اقول لك انا اكل على الضلك على الضلك حدا هيك يا لهوي انا بهدلت نفسي يا جماعه اوعى تقربي علي اوعى على الازرق ده نورا سالت فيك والله عبد الله ما عايز افاجئ وجهي ها لا 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 لو انت موجود دلوقتي ما كانش قادر يقول لي الجملتين دول ها هنسكر اوعى ديش بالجد ايه يا اخويا وخر تخبص لي يا ولد وخر يلا امشي ساكتين نطلع حنسكم بالجيم الكيك و جمع هالايام واعمل حاجة ماريا اعطيني لساعدك بالحمل ومشي ماريا بتشوف التياب فوق عم يمزح ولا عم يمزح ولا حلوين يا حبيبي فاتت هذا فاتت بهيدي اصلا بي جيرل سمعت انك تحكي من ده جيم صوت عدلة شفت الجيتار اللي جالي؟ جالي جيتار الكتريك زي تشيل وتر عجبتني كتير هلا لا بس الوتر بتاع سكينة علشان قطع علشان قطعوا لك الوتر يا سكينة ما ترضيش يا حياتي قطعي له الوتر دلوقتي لا قطع الوتر مش انا اسمع حاسس على كلمتك عشان تقول على نور اللي قطع انت نفسك اللي قلت لي نور قطع الوتر لا لا هذا ما تعرفش تعمل ساعدك خلصين شو بدك؟ هون بقي هلا شو ساعتين ثلاثة فيك ساعتين هلا بطلع بصير تقولي تعوا ساعديني بالغراض خليني ساعدك سعود لأنك بشرف المجد بتاعه سعود أنا خليت المجد بتاع عبد الله اللي أنت جايبه له وبشرف فيه كل يوم معلش بقى شو مكتوب؟ ذهب هاي يا شمس حدا تحت ذهب؟ مالك صفاء واحد صفاء واحدة زي بتاعتك دي كمان يا سعود ثانك يو سو ماتش اسمع يا لوف هون هدايا اوكي الله يخليك يا راجل يلا ملك صفاء وحنان من السعوديه ملك صفاء حنان بموت فيكم ميرسي ملك وصفاء وحنان واحد تحيه بنات السعوديه واحد تحيه لاهل السعوديه واحد تحيه الرحيق واحلى تحيه نهار وليل واحلى تحيه لسعود ملاك صفاء وحنان تسلم ايديكم علشان اتبهدلت من سكينة ودي كمان بقت طفى غيرت يلا دي الحلوين اللي تياب بسكن هدول اخواتي هدول مش ريخ نوره يعني سهروا كل وقت عم بحكيهم مره والله طلع جاتو حاول اكون كاسي شوف الله شو هذا طلعت شيء هيدي ما شفت سوري شو معلق هيدي سوري اخي الدول يا جماعه كل البلاد العربيه معنا كل الدول العربيه بنعاد عليكم اسيره الشوق ليك ما له صوره انا
ما بيصيروا شكلهم. ليه اتنحي لي سكينة 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 هي لي ولاد خلي لي ولاد خلي هاي انا ولاد هيدي كلها ماي بتحبي تموتي ازاي؟ ايه اسيرة الشوك عملتي لي مشكلة مع رنا انا بتحبي تموتي ازاي؟ بس انا قصدي الفكرة نفس الهيدا لحظة في ورقة في ورقة في ورقة لا 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 هديت لا أسئلة الشوق رح غنيها بس إن شاء الله تكون الكاميرا علي وقت عم غنيها غنية عيسى أبيك وما بيهم تعرفون هاي غنية عيسى أبيك وما بيهم أبيك وما بيهم أبيك وما بيهم ولا غيرك سكن قلبي وعيني حبيبي عود لي رح ارجع غنيها رح ارجع غنيها هلا هون في ضجه مش رح تسمعيني كلمتي هذه الك سكا يا سكا يا اجمل اجمل لحظه معك قلب المره لو خليك نوشتنا والله انا مش بالعافية ميرسي كثير لكلكم وحيد انا راح الحكي مني مش عم بعرف شو احكي بقى سعود و تخيل بكثير طيب البنت سارة ابو زيك سيميليا سارة اول ما قلت رح احكيك وحدانية وايون واسوم ولولو عيسوية عبودي سعود ميرسي كثير على التليفون وحيد انا برافو هيك هلا عجبتيني على التليفون مش على عربية لحظة هون هون بس لحظة سوري هون ما كان ما كان في شيء مكتوب صار عليها ريحتك اصلا مكتوب برا ماريا لا انتبه انتبه لا لا ما تخاف حسك على الثاني في بكره جاي بكره بالنسبه للسديات في افتح لي هالشاي سطل سمي اسم ايه سمي اسم مين بياخده شمات الكفا الارض ما سنحيته عيسويه عيسويه نحيتها اللمبوله السوزه عطي عيسى زوج فانز نور علي نحيتوها اه معلش لا انا ذاك ليش ما بحبش نطيرها هوني ميسا ما بيجيلوش يا ليلي هذو ما ميرسي ميرسي لا واحد بس احول صوتي بصير جد ميرسي كثير هيدا الصدره فيها بس هيدا هيدا بلاك واحد بس اسئله شو اسئله الشو بدي بس واحد لا في هيليوم في هيليوم هيدا بصير لا واحد بالك صرت احسن صرت احسن لا بس واحد لا الحب سوكا سوكا والله العظيم مش كنت جاي اقعد اي انا والله يا ريتك قاعد حدا يساعدني شوي بس عن جد اللي ساعدك لا مش بالهيدا بدي